بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو يمثل قاطرة بالنسبة لتمويل المؤسسات الموجودة في تونس، واللي تمثل تقريبا 80% من النسيج الاقتصادي. بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو حاليا يعيش في فترة ميوتاسيون، وهو باش يمثل لاكس برينسيبال بور لا بانك دو ديفلوبمون، لا بانك دي ريجيون. هذه البنك دو ديفلوبمون الكبير اللي باش نعملوه في تونس ان شاء الله في الايامات الجديده. بنك تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه هو حاضر في المناطق الداخليه للبلاد، لكن زاد حاضر في الولايات الكبرى نتاعنا، نوتامون ولايه سوسه اللي لي زونجاجمون نتاعنا تمثل فيها تقريبا 9.7%. الانترفونسيون اليوم نتاعنا كانت انترفونسيون بلوتو كريتيك، حبينا نكونوا ما نعطيوش نتائج، نعطيو ستاتيستيك فقط، حبينا نعالجوا المشاكل اللي قاعدة تعيش فيها تمويل المشاريع، وخاصة بعث المشاريع جدد وإلى مشاريع الاكستنسيون او نيفو دي بي ام او اكزيستون. دونك حتى مشاريع التوسعة احنا نهتم بها كثير، على خاطر نجم نعملوا عليها بور بريزيرفي لي زومبلوا. محمد راقوبي، مدير جهوي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بولاية سوسة. المشاركة متاعنا اليوم في المنتدى الأول للاستثمار والتمويل بولاية سوسة يتداخل في عدة محاور. المشاركة متاعنا باش تكون عبر تقديم مداخلة عن طريق السيد رئيس المدير العام السيد لبيد زعفران، اللي باش يتكلم فيها على مجالات تدخل البنك وعلى الإجراءات اللي قمنا بها خلال الفترة الأخيرة بعد تفشي جائحة كورونا اللي تهم الحرفاء متاعنا، وكيفية مساعدتهم على تخطي هذه الإشكاليات. الفولي الثاني اللي تكون فيه مشاركة البنك هي مشاركة في ورشة التمويل اللي باش يتم فيها تقديم تقريبا 60 فكرة مشروع، واللي البنوك الكل، معناتها البنوك العموميه والا البنوك الخاصه، شاركت معنا في الورشه هذه باش تحاول تكون فما نقاشات ولقاءات مع الباعثين المشاريع، واللي على اثرها البنوك باش تعبر على قبولها والا اهتمامها ببعض المشاريع. نجم الدين بن عبد الجليل، جون بروموتور، باعث مشروع جديد بمنطقة مساكن سوسة. تقدمنا للبي اف ام في دراسة مشروع، ولقينا تأطير من مكتب الجهوي سي محمد الراقوبي، لقينا تأطير اكسيلون. تعدينا لمرحلة الفيزيت، جاوب حدانا سي لبيد زعفران البي دي جي دو بي اف ام او. بعد جانا دوزيام فيزيت من سي ماهر بوزيان، و
تم الموافقه على المشروع نتاعنا وتوا خذينا النوتيفيكاسيون داكور بعث المشروع. كان المشروع في 200,000 دينار كبري بارتيسيباتيف انطلاق و 700,000 دينار ككريدي موينتر.